ايه. نتوجه اليكم لنذكركم بان حراير تونس وهي تحيي 13 اوت الذكرى 57 لصدور مجله الاحوال الشخصيه ان نساء تونس اللي تواجدوا في كل المحطات النضاليه اللي تشهدها تونس منذ الحركه الوطنيه ضد الاستعمار ضد ما شهدته تونس في احداث 78 ثم احداث ثوره الخبز 84 ثم احداث الحوض المنجمي 2008 الى ثوره 14 جانفي اللي اطاحت براس الدكتاتوريه. نساء تونس متمسكات بمجله الاحوال الشخصيه اللي نعتبرها حد ادنى وجب دسترته وتطويره من اجل تحقيق المساواه التامه والفعليه والمواطنه الكامله، لان نساء تونس قدمت تضحيات جسام من اجل تونس. نساء تونس الشهيدات وامهات الشهداء اللي رويت ترابهم بترابهم دماها وبدماها ودماء فلذات كبادها، حراي تونس المساندات لمطالب الشعب التونسي المعتصم بباردو، المساندات لمطالب النواب المعتصمين. حراير تونس اليوم في 13 اوش وهي تحيي ذكرى 57 لمجله الاحوال الشخصيه في وضع سياسي خاص يتسم بتنامي ظاهره العنف اللي طال المرأة بشكل خاص ووصل إلى الإرهاب والاغتيال السياسي اللي طال قادة ورموز المعارضة وأبناء المؤسسة العسكرية والأمنية. حراير تونس اليوم يأكدوا على انخراطهم الفعلي ولا مشروط في الشأن الوطني وتمسكهم بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة والحق في المواطنة الكاملة ودفاعها على رأي تونس وولائها لتونس ولشعب تونس. انت هي مجد الوطن والوانه بشوارع المزيانه وساحات المليانه، وانت هي وقد ما يمدح فيك يبقى شويه واجب عشق الحراير موش مزيه. انت الغايه، انت فصول النغم والغنايه، يا رسم البسمات والخطوات وسط ثنايا، يا نجم في الظلمات ضوي عليا، وانتي هي وقد ما نمزح فيك يبقى شوية واجب عشق الحراير موش مزية. يا فرحتي وعيادي تاج الكرامة على شبين بلادي، يا رايت الخفاقة يا عزتي ومجادي، يا نور بين رفاقي يا تونسية، انتي هي وقد ما نمدح فيك يبقى شوية واجب عشق الحراير موش مزية.